بحلقة طوني خليفي هالأسبوع، أمال حميدي كان لها ما أرادت. أنا بتمنى من ربي بس بدي موت ما أعرف، سكتي قلبي نومي بلا قومي، ويمكن يتحقق هالطلب. ولكن اللي ما حدا بيعرفه عن أمل وليش ماتت رح تعرفوه التنين. إجاتي راسي كتير عم يجعني راسي، قلت لها حيحكي على المستشفى. طوني خليفي، تنين 9:30 المساء على الجديد.